بالنسبة للأرقام الحقيقية نحن نتوقع أرقام كبيرة، لكن نواجه إشكالية كبيرة في الوصول إلى الأسماء الكاملة، وهذا ما نعانيه أمام المنظمات الدولية، لأنهم يطلبون مننا رصد كامل بالأسماء والوقائع وأماكن الاختطاف و أماكن الوجود حاليا. نعم وبالتالي هذه المعلومات ربما يصعب الحصول عليها كاملة. لدينا بعض المعلومات نحاول حاليا من خلال الأخوات اللاتي خرجنا من هذا الجحيم أن نتواصل معهن ونصل إلى أكبر عملية توثيق لهذا الملف بحيث يقدم برمته. لدينا يعني عدة مئات من الأسماء، لكن نريد أن نوثقها بشكل كامل حتى نستطيع أن نفضح كل هذه الممارسات وهذه الانتهاكات. برأيك لماذا تمعن ميليشيا الحوثي في اختطاف النساء والتنكيل بالنساء رغم أن الدين الإسلامي يجرم ذلك؟ أيضا عادات وأعراف المجتمع اليمني تعتبر ذلك عيبا أسود. هم ليسوا من يعني لا توجد لديهم الأعراف التي تحكم الشعب اليمني. هم الآن يحتكمون إلى الأعراف التي جاءوا بها من بلاد المجوس، وبالتالي لا توجد شيء لديهم فيما يخص الجانب الأخلاقي. ثانيا، هم يعرفون أن اليمنيين ما يخص النساء بالنسبة لهم شيء كبير جدا، ولذلك يحاولون أن يضغطوا على أبناء الشعب وعلى المجتمع وعلى الأسر من خلال بناتهم على أنهم لا يوجد لديهم أي خط أحمر، وبالتالي فهم يهددون الناس عبر شرفهم وعبر نسائهم.